تبينت ردود أفعال المواطنين حول تعامل الحكومة مع أزمة تساقط الأمطار والتي تسببت في توقف الحركة المرورية في كثير من الطرق وغرق بعض الأبنية بمناطق القاهرة والجيزة. في بعض الأماكن التعامل فيها كان لذيذ، وبعض الأماكن ما كانش فيها أي تعامل، لأن طبعا زي مكان زي التجمع يعني مياه كده اهو، فبالتالي يعني التعامل إلى حد ما كان كويس في بعض الأماكن، إنما في بعض الأماكن التانية لا. بعض الأماكن زي هنا في القاهرة عامة الصرف شغال فالدنيا كانت لذيذة، إنما في أماكن مثلا في أسيوط الدنيا فيها باظت، التجمع الدنيا بايظة، كارفور في كارفور اتقفل، فيعني دي مشكلة. هو الحلول موجودة ومتوفرة في مصر، بس كالعادة في مصر الناس بتخش بعد الأزمة بمراحل كتير. أنا شفت فيديو امبارح على الفيس، كان في عداري تقريبا كان واقف تقريبا من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 10 الصبح أو 6 الصبح، بقالهم 9 يعني بتاع 10 ساعات كده. وفي ناس قاعد بقى وكلمت على الفيس وقالت بقالهم 10 ساعات بيسحبوا مية، وما حصلش الموضوع ده. وبرده في موضوع التجمع ده، يعني تجمع زي ده حاجة زي تجمع خامس دي، حاجة المفروض يبقى صرف سحر، يعني تجمع شوف الشقة فيها بكام؟ يعني حاجة فوق 2 مليون مثلا ولا حاجة، ما فيهاش طرف.